السلام عليكم، انا اسمي بارك. انا اسمي جونيور شين. اسمي كابتن علي. انا احمد حسني. لو سمحت ممكن تقدم نفسك؟ السلام عليكم، انا اسمي بارك وعشت في مصر تقريبا نص 30 سنة، ودلوقتي عندي 30 سنة فعشت تقريبا نص في حياتي في مصر. السلام عليكم، انا اسمي جونيور شين واسمي عربي حاتم، التي كانت من الصحفي المصري، وانا عضو جديد في وكالة وطنية كورية وتسجيل تجارة واستثمار حيث كترة. وشخصية انا كنت درست في هنا مصر لعام 2016 حتى 2018 حوالي سنتين، عشان كده انا لما وصلت الى القاهرة، يعني مطار القاهرة الدولية، يعني حدثوا في تذكرتي عودت الي وحده وحده، وانا مبسوط جدا عشان انا يعني جئت برضو هنا. اسمي كابتن علي، عشان انا يلعب كره مع شباب مصري من زمان كتير، هم قولي كابتن علي. انا جئت مصر 1996، انا شغل تقليص وشهن، انا شركه موجود قريب من مطار القاهره. 안녕하세요. 제 이름은 하나 아흐메드 하사니. 저는 아직 고등학생이고요. 이집트에서 태어났고 한국에 한 초등학생 3학년 때 갔어요. 그리고 2016년 그때 다시 이집트로 돌아왔어요. 네, 그리고 엄마가 한국인, 아빠가 이집트인이라서 한국어, 이집트어 둘 다 잘해요. ايش بتفكر لما تسمع شهر رمضان؟ شهر رمضان، رمضان كريم والله أكرم، شهر حب وشهر كريم. يعني عندي قصة واحدة من سنتين، ودي برضو من رمضان من سنتين 2018. يعني أنا كنت بمشي على شارع، وبعد كده أنا دخلت شارع غلط، فكان لازم أعمل لف، فشفت خروف واحدة على طريق، وبعد كده حاولت اللف، وبقى مشكلة شوية، كان في مشكلة شوية على عرض، فالعربية تي وقف في نص بين ناحية هنا وناحية هنا، فأنا خرجت برا من عربية، وبعد كده شفت العربية كده، يعني أكيد واحد مصري جاي، وبعد كده سألني لو أنا محتاج أي حاجة، فأنا قلت له بص عربية يعني وقف هنا أنا مش عارف أعمل إيه، وهو قال لي يعني استنى شوية، وبعد دقيقتين وكده عشرة رجال جم، فأنا كنت خايف شوية. هما عملوا إيه؟ هما شيل العربية من المكان ده للناحية التانية، يعني كلهم يعني شيلوا العربية وبعد كده حطوا في ناحية تانية، فأنا شفت ده واتصدمت جدا، فأنا قلت له أنا مش عارف أشكرك إزاي، فأنا هدفع كام وكل ده، وهم قالوا لي رمضان كريم يا باشا، يعني في ما فيش حاجة مشكلة، بعد كده كله مشين، فأنا برضو قلت له طيب شكرا الله يخليك رمضان كريم كله ده، بعد كده ماشي الطريق. دي قصة واحدة يعني أنا يعني لسه في قلبي من وقت ده لحد دلوقتي. لما أسمع رمضان طبعا صيام، عشان الصيام هذا أي شيء يعني مش طبيعي علي. لما أنا كنت في كوريا الجنوبية، يعني لما كنت طالبا في هنا مصر، أنا كنت يعني مبسوطا، وأنا يعني أنا بحب، أنا عشان أنا حست انشكال تقليدي مع صاحبي رمضان، مثلا أنا كنت صايمين مع صاحبي وأنا أفطرت وكذا. ولكن يعني يعني عضو جديد في وكالة وطنية، يعني موظف كده، أنا شوية يعني رأيا، أنا كنت رأيا لما أنا أشوف موظفين مصريين يعني يشتغلين يعني بجد حتى في حار، جو حار وصينيين كده، من هذا الصورة يعني رأيا. عشان كده لما أنا سمعت رمضان يعني صيام هذا يعني أي شيء يعني أنا أفكر كده. ممكن كل مصري يحب وايد السينما اسم تأثر أسود في أحمد حلمي. كوكيسو أحمد حلمي إيرمي أوسكيدو مصري لان جينجون إيرمرو ناومينا. أنا مصري. مصري는 그 미국에 사는 거의 미국 사람이고요. 그리고 이집트에 와서 그래서 사고로 돈을 다 잃어버리고 돈이 없어서 길거리에서 이프타 음식을 얻어먹게 됩니다. 그때 밥을 다 맛있게 먹고 돈을 지불하려고 그러니까 아무도 받지 않고 무슨 돈을 내냐고 그냥 보내니까 감동을 합니다.
근데 저도 약 15년 전에 그런 비슷한 경험이 있어요. 제 친구가 한국에서 왔었는데 길거리를 로드나에 이렇게 걸어가다가 그 사람들이 모여서 밥을 먹으니까 저기 가서 자기도 먹자는 거야. 아, 저기 우리가 가는 거 아니라고 그랬더니 꼭 가서 먹어보고 싶다고 해서 제가 약간 창피함을 무릅쓰고 갔었죠. 그랬더니 거기 일하다가 온 사람들, 청소하던 사람들, 공사하던 사람들 다 와서 밥을 먹고서 한 30명 정도 모여 있었나? 그 우리도 먹었으니까 외국 사람이니까 반갑잖아요. 그러니까 빵도 주고 고기도 주고 막 그냥 뭐 코라도 나눠주고 막 그런 되게 웃긴 일이 있었는데 그 친구가 지금 15년이 됐죠. 지금도 그때 너무 감동적이었다는 거예요. 다 없어 보이고 가진 거 없는 사람인 것 같은데 나누고 베풀고 감사하고 그 마음이 지금까지 잊지도 못했는데 저도 이게 라마단의 정신 아닐까 베푸는 마음 저도 그 정신이 기억에 남습니다. 샤리 라마단 다만 키틸 아위 طبعا رمضان السنة دي غير رمضان أي سنة عشان الكورونا معانا شهر رمضان كنا دايما العيلة بتاعتنا كنا بنتجمع ونضحك ونفطر مع بعض وكده برضو في نفس الوقت لما بفتكر شهر رمضان بفتكر رمضان هي مش رمضان بس في كوريا برضو كان في حاجة زي عيد كده كنا برضو بنتجمع ونعمل أكل مع بعضينا مع العيلة كلها وناكل مع بعض ونضحك برضو صراحة يعني وفي الحتة دي افتكرت ان الكوريا ومصر الاتنين في الحتة بتاعت العيلة زي بعض يعني كلهم بيفكروا ببعض ونحب بعض ونتجمع وكل حاجة عايز تقول اي شيء لأصدقاء المصريين رمضان كريم تاني وي انا زي ما قلت انا تقريبا مصري يعني بقى حاجة غريبة يعني نص كوري نص مصري لكن على فكرة أنا مصري شوية أكتر من النص أنا كنت عايز أقول واحدة حاجة بس يعني يا جماعة مش لازم تجروا قبل الإفطار يعني أهدي شوية يعني مش لازم نموت قبل الإفطار يعني فدي بس كده أصدقائي مصريين أولا رمضان كريم تعلمت حتى يعني تعبير رمضان كريم بس يعني تعبير ولكن لما نشوف موظفين صايمين ومستقلين كثير وبيكيت حتى في جو حار أنا عشان كما قلت قبل كده أنا رأيا وأنا مندهش قوي عشان كده أنا شخص بس أنا حتى ما مش مجرد مثلا مش كبيرة وكده متابعين وزيهم مثلين ولكن أنا أود أن أتكلم لهم رمضان كريم وكل أكرام عليهم في رمضان وكل أيام معهم شكرا أنا شكرا أغنبي كوري بس أنا مشي كوري أنا 25% في مصر عشان أنا عايش مصر 25 سنة هنا أنا أحب مصر أوي جدا في مصر والله زي كوريا بس أنا زال أوي دلوقتي إيجيبتنا 지금 이집트 사람들 내 것이 아니거든요. 후손들의 땅인데 쓰레기를 너무 많이 버려요. 아무데나 막 버려요. 이집트 사람들이 또 외국 사람들이 이집트를 사랑했으면 좋겠어요. 아니. انا في كوريا ما كنتش بعرف اتقرب من الكوريين عشان شخصيتي كده. بس اول ما جيت مصر لقيت هم اللي كانوا بيتقربوا مني فدي حاجه حلوه وخلتني يبقى عندي صحاب كتير في مصر. تاني حاجة خلاص العيد قرب وإحنا لسه في كورونا فمش عارف إيه اللي هيحصل بقى في العيد هننزل ولا نتفسح ولا نعمل إيه إن شاء الله السنة الجاية تبقى أحسن من السنة دي ورمضان كريم شكرا شكرا أنا